هنروح لكرة الطائرة سيدات، عندنا مباراة كانت أول امبارح مهمة مع نادي الاتحاد السكندري لكرة الطائرة سيدات، والمباراة انتهت بالفوز 3-0. كل مباريات السيدات انتهت بفوز 3-0 ما عدا مباراة الشمس فزنا فيها 3-1. طيب ده الفوز السادس على التوالي في مجموعتنا، وفرقتنا هتلعب الماتش اللي جاي نادي الصيد، والماتش ده مؤجل من الجولة الثانية على ما أتذكر عشان لعيبة النادي أو لاعبات نادي الصيد كانوا بيشاركنا في بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية تحت 21 سنة واللي اتلعبت في تايلاند، كانت الجولة الأولى، آسف ما كانش الجولة الثانية. فرقتنا ماشية كويس، كابتن إبراهيم فخر الدين أهو في الصورة معانا، المدير الفني الجديد شغال من نار، كل يوم تمرينه 3 ساعات، في ناس بتيجي الصبح، في ناس بتيجي بالليل، في ناس بتيجي الاثنين، لعيبات أقصد يعني، فهو مركز جدا مع الفرقة، وزي ما حضراتكم شايفين هو راجل بتاع شغل وبتاع بناء فرق، وإن شاء الله يكمل أكيد على خطى كابتن حمدي الصافي اللي كان طبعا أدى اللي عليه وزيادة، هو بيترأس قطاع الناشئين دلوقتي. كلنا ثقة في كابتن إبراهيم فخر الدين كأسطورة كبيرة في التدريب. كاميرا الإبطال كانت موجودة في قلب الماتش، صورنا التقييد ده، هنشوفه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. احنا ابتدينا الموسم من شهر 7 نجهز له، عملنا معسكرات الصبح بعد الظهر، ابتدينا اول نادي تقريبا من الانديه كلها تمارين، ويعني ريجاردنج الماتش بتاع النهارده احنا دايما قبل الماتش بنيجي قبليه مثلا بساعتين نقعد مع الجهاز يعملوا لنا زي ميتنج ندرس الفرقه اللي قدامنا وايه نقط قوه ونقط ضعف وازاي نلعب عليها بس، فعشان كده النهارده الماتش الحمد لله كان سهل. احنا دايما بعد كل مباراه بعدها على طول بيبقى في ميتنج بنعرف عملنا ايه فيه بالظبط، ايه كانت نقط القوه ونقط الضعف، على اساس التمارين بعدها بنشتغل على الاخطاء اللي كانت علينا، وبرده قبل الماتشات التمارين بتاعتنا برده بتبقى يعني متظبطه على ان احنا نلعب على نقط الضعف بتاعت الفرق الثانيه وبس وننفذها في الماتش. احنا اتمرنا كويس جدا على كل حاجه، بن الاول كابتن وزير بيقول لنا الفرقه اللي قدامنا هتبقى عامله ازاي، نلعب عليها باني سيستم بالظبط. احنا ابتدينا السيزون اصلا ابتدينا فتره اعداد من بدري، فالحمد لله يعني احنا بادين يعني اقوياء قوي، ف وبس يعني كابتن ابراهيم بيركز على كل التفاصيل وبنركز على كل حاجه وبنحاول نقلل غلطاتنا على قد ما نقدر. هو كل بنت بيبعت لها فيديو هي لعبت ازاي الماتش اللي قبله، فكل واحده بتعرف تشوف غلطاتها، بتبقى نازله مركزه ان هي ما تغلطش الغلطات دي تاني يعني. ف وبعدين كده كده ندرس الفرقه بقى جماعيا وبس، واغلب التعليمات يعني بتبقى في التمرين في وقتها على طول، لما اي حد بيغلط اي حاجه كابتن ابراهيم بيبقى مركز قوي يعني، فاحنا بنبقى عارفين غلطاتنا اول باول بنحاول نصلحها يعني. احنا كان عندنا بطوله افريقيا مع منتخب مصر، اول لما خلصناها رجعنا على طول على التمرين هنا، استعدنا بدنيا مع كابتن ابراهيم، وفي الاول عشان كنا لسه راجعين من المنتخب فابتدينا واحده واحده في الحمل البدني، بعد كده بقى ابتدينا نثقل الحمل في الجيم. صراحه احنا قبل اي ماتش بيبقى بالنسبه لنا ماتش مهم يعني، كل الماتشات بالنسبه لنا داخلين جامد، ماتشات مهمه يعني. اول حاجه كابتن ابراهيم بيركز عليها الارسال، ده مفتاح اللعب يعني، وبصراحه يعني حتى في وسط الماتش الكابتن يقول لنا نلعب ارسال فين، هو ده اللي فرق معانا النهارده، جبنا اسات كتيره ويعني جبنا كذا نقطه بالارسال، هو ده اللي فرق معانا النهارده بصراحه. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفتوا يعني فريق كره الطائره سيدات يعني شغال، مش هنقدر نحكم دلوقتي خالص لا على الطائره رجال ولا الطائره سيدات الا بعد الاختبارات الحقيقيه اللي بتبقى مع نادي الزمالك، لانه زي ما حضراتكم عارفين مع احترامنا لكل الفرق يعني المنافسه بتبتدي في البلاي اوف مع نادي الزمالك وبتبقى يعني الموضوع صعب، فمهم جدا ان شاء الله فرقتنا توصل لهذه المرحله كامله. وبكره ان شاء الله ماتش السيدات مع نادي الصيد، الماتش اللي قلت لحضراتكم مؤجل من المرحله أو الجولة الأولى، وده بإذن يا رب هيكون على صالة النادي الأهلي وهنذيعه على شاشة قناة النادي الأهلي.